وبدأ موسم الحج، ومما لا شك فيه أننا اليوم نعيش زمن الراحة والاستقرار، فالحاج الآن لا تستغرق رحلته من أبعد مكان في العالم إلى المملكة أكثر من 15 ساعة ليصل إلى مكة المكرمة معززا مكرما. ولكن رغم مشقة رحلات الحج قدما ورغم جهدها الجهيد، إلا أن لها مذاقها الخاص. والعم أبو فرحان من سكان منطقة الجوف في القريات يحكي لنا عن الحج في السابق. أول الحج بسيط، الناس يحجون بلوري، يحجون بحصنية، يحجون على راحتهم، والمكان اللي يحبون يسكنونه يسكنون به بخيامهم، معهم خيامهم يبنونها بأي مكان يحبون، لأن ما فيه ضيق وما فيه زحمة. شوف اللي أنزلوا بالمدينة بنوا خيامهم بالمزارع وبالمكانات اللي تعجبهم ويروحون للحرم على كيفهم. نقعد أسبوع بالمدينة وأكثر وبعدها ننتقل للحرم. كانوا ينهجون على رجليهم يحجون بدون حملة، يروح يركب بالباص من لي الجدة ومن جدة يركب بالباص للمكة ويحرم وغريضاته معه في شنطة وينام بأي مكان يعجبه لو ما هو مع حملة. خاصة أن العمالة والناس اللي جايين من برا يلقونها مبسطة عليهم ورخيصة. أبو فرحان كان قائدا لرحلات الحج في زمن سابق، وفي زمن لم يكن فيه التسويق للمشاركة بالحج، مدعوما بمزيد من الإعلانات. قلت أنا عندي باص اللي يحب يحج، ما كان الإعلام هذا، أروح للديوينة تقهوى عند فلان وعند علان، وش رايكم عندي حج، عندي باص وعندي هافلوري جمس. والله ناس حجزوا بالجمس وناس حجزوا بالباص. قلت لهم أنا أوفر خيام للعزاب اللي ما معهم عوائل، واللي معهم عوائل كل واحد يجيب خيمته. والله الباص امتلى والجمس امتلى. الدولة السعودية الحمد لله ومن فضل الله ما تقصر بأي حاجة من الحاجات، وخاصة بالحج الحج. العديد من الذكريات القديمة والجميلة لمواسم الحج، والتي أثبتت لنا أن المملكة وصلت مراحل متقدمة للرقي بما يقدم من تسهيلات في الحج، والتي أصبحت حديث العالم أجمع. للإخبارية نايف الفندي، القريات.